مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في المكتب ديال الأستاذة بشرى مدغري العلاوي، محامية بهيئة فاس، في الموضوع اللي جو المغاربة تبعوا القصة ديالو، موضوع ديال سميرة المشهورة بمربوحة. إشكالية كبرى كتطرح في هذا الملف، الشق ديال التطليق اللي عندها، وكذلك بعض الأمور تتعلق بالإحسان العمومي، بإشكاليات كانت ضحية سميرة في هذا الوضع. غادي نشوفوا الشق القانوني مع الأستاذة. أستاذة كنشكروك على الاستقبال، إذا كان ممكن تعطينا كيف شفتي نوعية الملف ديال سميرة. مرحبا بكم في مكتبي المتواضع، وكنشكركم انتما بدوري على هذا الحضور. على كل، لقد كلفت للدفاع عن حقوق السيدة سميرة في ملف التطليق للشقاق الذي تقدم به زوجها أمام محكمة قضاء الأسرة بمدينة آزرو. وهذا الملف هو من ناحية يتعلق بحل ميثاق الزوجية لأسباب وجود شقاق بين الزوجين. وقد سبق لنا الحضور في جلسة الصلح التي عقدتها المحكمة بتاريخ 10/3، وتم تأخير الملف لجلسة 14/4 لإجراء الصلح بين الطرفين، وذلك بناء على طلب الزوج. وهذا كيبقى حق ليلو من الناحية القانونية اللي ما يمكنناش احنا نعتقدوا عليه بطريقة أو بأخرى. إذن احنا بالنسبة لنا من الناحية القانونية هذا ملف مثل باقي الملفات التي هي تعرض على المحكمة وعلى محكمة قضاء الأسرة بالأخص. محكمة قضاء الأسرة أصبحت تعرف عدد هائل من الملفات المتعلقة بطلب التطليق للشقاق، وهو حل. على كل حال، هذا الطلب مكنته المدونة لكل الزوجين، فهو حل ميثاق الزوجية وحق يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، إلا والله سبحانه وتعالى عبر عنه بأنه أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. بمعنى أننا نتحدث عن ميثاق زوجية وميثاق مقدس، ومن أسمى العلاقات التي يمكن أن نتحدث عنها. وعندما أعطيت سواء في الشرع أو في القانون إمكانية حل هذا النزاع أو هل هذا الرباط، ينبغي ألا يكون هناك تعسف، ولا ينبغي ألا يكون هناك ظلم، وأن ينبغي أن يتحمل كل طرف مسؤوليته سواء الزوج أو الزوجة. وأنا بالنظر لهذا الملف أنا أعتبر موكلتي ضحية في هذا الملف، ضحية لأن الزوج سبق له أن تقدم بطلب التطليق للشقاق، وتم البت فيه سنة شهر 3/2020، بمعنى وتنازل عن الطلب السابق لوقوع الصلح، وأن الموكلة ديالي حاولت جهد المستطاع وعملت كل ما في وسعها من أجل الإبقاء على هذه الأسرة والحفاظ على شمل أسرتها، خصوصا أنها أم وأم لأربعة أبناء. إلا أننا وبعد مرور سنة تقريبا، بمعنى أقول أن الطلب الأول في شهر 3 تم البت فيه في شهر 3/2020، والآن في شهر 3/2021 نوجد أمام طلب جديد من أجل إنهاء العلاقة الزوجية للشقاق مرة أخرى، ولأسباب واهية ولا أعتبرها جدية ولا أعتبرها وجيهة، ولكن كتبقى الضحية الأولى والأخيرة في هذا الملف هي السيدة سميرة، لأنها لا زالت في مقتبل العمر، لا زالت شابة، أم شابة، وأنها غتكون مجبرة بتحمل في حالة إنهاء هذه العلاقة بتحمل مسؤولية أربعة أطفال، ونحن نعرف ما هي مسؤولية أربعة أطفال في الوقت الحالي. فالإطار كنشكرك، مقدمة راقية وفي الشق القانوني والأبعاد ديالها. غادي نشوفوا الأمور اللي كتتعلق بإكراهات أخرى اللي سردتها لك سميرة. ليس كما قلت في السابق مسألة عادية جدا، الطلاق عندنا التفتين، عاشرونا بالمعروف، عارقونا بالمعروف، ولكن إذا سردت لك القصة لقيتي أمور أخرى، تميل شيئا ما إلى الاستغلال، إلى أمور أخرى فيهم شق قانوني آخر، ممكن يكون جنحة، ممكن. كيفاش كتشوفيها أنت أستاذة في الشق القانوني؟ الشق القانوني، أنا أولا عشت هذه السيدة سميرة،
عيشتها طوال هذه المدة اللي مرت ما بين الملف الأول والملف الثاني، وكانت تتمارس عليها مجموعة من الضغوطات من خلال الزوج ديالها اللي كان كيشغلها في القناة ديالو، كيشغلها من وراء الستار وكيشغلها وبدون أي مقابل، وفي لحظات يمكن كتكون متعبة، كتكون عندها ظروف مع الوليدات ديالها، كتكون إلا أنها مجبرة باش تعمل معاه وتعمل في الخفاء وبدون ما يمكنها من حقوقها. إذن أنا بالنسبة لي كان أعتبر بأن هذا تحسف من الزوج، أن هدم لحقوق هذه السيدة. إذن يمكننا نكيفه من ناحية القانونية مسائل أخرى، يمكننا كاستغلال كالتجارة في الباشا كهذا، ولكن مادام أن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة، أنا كنت حفظ لحد الآن لأنني على التكيف، لأنني ممكن ليش نخوض في هذه المسألة مادام أن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة، ومادام أن الأمر يتعلق بأربعة أبناء وأنه هو الأب ديال هذه الأبناء. أستاذة كذلك واحد سؤال في الموضوع يتعلق بسامرة. سامرة كتشوف أنه كانت كتعيش في شق ديال الإحسان العمومي، واش كاين شي سند قانوني بعد مني غادي تسرد لك القصه ولا اللي سردتها لك، كيفاش غطاليها انت والابعاد القانونيه في هذا الامر؟ واش هي جمعيه احسن العمومي عنده توقيع من العمل الحكومه، كاين الامور قانونيه، كيفاش هاد الاموال كيفاش وفي الاخير هي ضحيه مجموعه من الامور، كيفاش كتشوفي انت في القانون؟ نعم، بالنسبه للاحسان العمومي راه خاضع لمسطره معينه من القانون، فهمتي؟ اذا احنا بالنسبه لنا الا ثبتنا بان هذا السيد يتصرف بسوء نيه، وعندنا ادله من خلال الحوار اللي غنجري مع السيده ديالي مع الموكله ديالي ومن خلال الوسائل والحجج اللي غتدليهم اللي غتدليلي بهم، اكيد ثم اكيد انني غادي نسلك جميع المساطر القانونيه في مواجهه هذا السيد، لان على كل حال كتبقى الموكله ديالي هي ضحيه، لان اولا واخيرا انسان اللي كيمارس الاحسان العمومي وانسان اللي كيتوصل مبالغ عاليه في هذا الاطار كان اولى ثم اولى انه يحسن بالزوجه ديالو بالوليدات ديالو. كسؤال اخير عندي معك استاذه في الموضوع، وبحكم التجربه ديالك واسعه في القانون، واش ما كتشوفيش انه هاد الملف ديال سميره فيه مجموعه من سميرات مغربيات ضحايا مثل هاد الاكراهات، فيها نوع من الاستغلال، فيها مجموعه من الامور؟ نعلم جيدا انه الدعوه حاليا تناقش في اطار تطليق امور عاديه جدا، ولكن ما خفي كان اعظم، كاين خبايا اخرى، كيفاش كتشوفي انت مثل هاد الملفات بحكم التجربه ديالك؟ نعم، بحكم تجربتي المتواضعة أقول بأن هاد الملفات وهاد النوعية الملفات مطروحة بكثرة أمام المحكمة، ولكن اللي كنجدوه اللي العرقلة الوحيدة هي إثبات المداخيل في تحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لا للزوجة ولا للأطفال، وأن هاد الملف بحال هاد النوعية الملفات هناك مجموعة من النساء اللي هما ضحايا هاد الملفات، وأننا كنأديو النتائج وشابات ونساء اللي كتعرضهم بطريقة أو بأخرى للشارع للضياع، لأنهم كيوجدوا نفسهم بدون مورد مالي، بدون مورد، بدون سكن، بدون موارد اللي هي كتضمن لهم العيش الكريم لا لهم ولا لوليداتهم. وانا اول ما حاجه اللي طرحت لي في الملف نتاع سميره واللي كان هي الموارد اللي عند هذا السيد. من الناحيه الواقعيه احنا عارفين بان عنده موارد، وعنده موارد ومداخيل اللي هي هائله، ومداخيل اللي هي شهريه، ولكن القضاء خصنا نديرو له بحجج، ندلو له بوسائل اللي نثبتوا له بها هاد المداخيل. اذا هذا مشكل تاع سميره ومشكل مجموعه تاع الملفات اللي كتطرح امام القضاء. واغلب الازواج، انا اغلب الازواج عندما يطرح الطلاق وكيتوضعوا الملفات الطلاق كيتمسكوا بانهم عندهم مداخيل اللي هي هزيله، وهذا شيء نوع من الاستهتار بالعلاقه الزوجيه وبالاسره في حد ذاتها، لان على كل حال انسان طلب الطلاق ينبغي ان يتحمل مسؤوليته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والفضل الفضل فيه معنى واسع وشاسع، بمعنى أنني كأن الزوج كزوج
رفض الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية، ينبغي أن يتحمل مسؤولية تلك الزوجة اللي عاشرته، ديك الزوجة اللي عاشت معه سنين وضحات من أجل السنين. وأنا بالنسبة لي لنرجع الملف نتاع الموكلة ديالي، هاد السيدة ضحات بالغالي والنافس، وأنا عيشتها وضحات بواحد الطريقة اللي كان كيخصها هي تعيش مع هاد الزوج وتبقى هاد الشمل الأسرة، لأنها قبلت أنها تمشي معاه للبادية، قبلت أنها تعيش معاه، تنزلت حتى حقها في السكن، لان كان سكن خاص بها وبالاسره ديالها وبوليداتها. تنازلات على العمل ديالها في القناه لانها كانت هي صاحبه القناه الاولى، وتنازلات وبعد ما شرط عليها في الرجوع شرط عليها انها ما تخدمش، وتنازلت على هذا المسعى ديالها وعلى هذا الحق ديالها مقابل انها يبقى الحياه الزوجيه مستقره وتبقى محافظه على وليداتها وعلى شمل الاسره ديالها. الا انني بالنسبه لي اناشد من ناحية أننا كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته كزوج أو زوجة، لا في ربط هذا الميثاق الزوجية، لا نتحمل مسؤوليتنا عند الزواج ونتحمل مسؤوليتنا عند إنهاء هذا الرابط، لأن ما يكونش من غير المنطقي أننا كنحطمه لأنني اقتنعت بأنني خصني نهي لسبب أو لآخر، ويا ريت لو أنه يكون سبب جدي نهي هذه العلاقة الزوجية ونرمي بأسرة. أسرة نتاع سميرة كتكون من 4 أبناء، كاين أسر اللي كيتكونوا من 7 أبناء، كاين أسر اللي كيتكونوا من طفل أو طفلين، المهم أسر اللي كترمى للشارع وكتصبح عرضة للضياع، وهذا كيساهم أننا كنزيدوا أننا كنفكوا الأسرة المغربية وكنزيدوا أننا نفشتات هذه الأسرة المغربية. وحنا خصنا نورمالمون عادة اسمح لي جا الوقت لنعيدوا النظر في علاقاتنا ونعيدوا النظر في هذه الأسرة المغربية، لان خصنا نعتقوها، لان عدد الملفات اللي مطروحه امام القضاء حاليا في قضاء الاسره في مختلف محاكم المملكه يدعو الى الخوف والتخوف على الاسره المغربيه. استاذ بشرى شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا بشكل مختصر مع سميره الراي ديالها في التحليل القانوني والابعاد ديال تتبع المسطره اللي عندك، كيفاش شفتي الامور؟ يعني الامل ديالي ان القضاء ينصفني انا وينصف الاغلبيه، تنتمنى كاع ان ولادي ياخذوا الحقوق ديالهم. كما فايز قلت لك اخويا يوسف، يعني كانت واحد المحاوله التفاوض ان حتى داك النفقات تكون غير ما بيناتنا، يعني غير انا يعني هكا كنقسم معاهم، يقولوا لي شحال غادي نعطيوك في النفقه ديال ولادك شهريا، حنا غنكسيهم غنتكلفوا بهم. فقلت لهم لا، يعني باش ما كان القانون حكم ليا لوليداتي مرحبا به. يعني ما عرفت ان داك المفاوضه كتكون فاش كنت مازال في الدار، يعني فاش تم الطرد ديالي كانت هاد التفاوض. فقلت لهم لا، يعني مادام تمسكتوا بالطلاق فيعني انا اي قرار كان من طرف القضاء مرحبا به، وكنتمنى القضاء المغربي ينصفني وينصف ولادي ان شاء الله. شكرا لك. تفضلوا استاذ. انني اضافه غنضيفها بخصوص الموكله ديالي، انا عايشت هاد الموكله وغنقول واحد الشهاده فيها بكل موضوعيه وكل مصداقيه. انا عشت الانسانه ولقيتها انسانه خالوقه، وعشت الزوجه ولقيتها زوجه مخلصه، وعشتها كأم خلال كل هذا السن كأم ولقيتها أم كتسعى الى تضحيه بالغالي والنفيس من اجل راحه وسعاده الاطفال ديالها، وعشتها كبنت بالنسبه الوالدين ديالها ولقيتها انها تسعى رضا الوالدين ديالها. وللاسف ان الزوج ديالها ما استطاعش يلمس هاد المسائل كلها اللي هي في الزوجه ديالو، اللي كتستحق منا كلمه تقدير وكلمه على كلمه تقدير وكلمه انا على انا بالاخص اعجبت بهاد السيده، ماشي لانها في إطار قناة أو في إطار قنوات أو لا، أعجبت بها كإنسانة في حد ذاتها، وتستحق مني أنا شخصيا أحترمها وأقدرها، وكنتمنى أن الله يعوضها خير بوليداتها، ولأن الاستثمار ديالها والثمرة والسعادة كلها غتكون مع ديك الوليدات إن شاء الله. شكرا لك أستاذة. وهنا نقول من أين ذاك الشيب المداك الأسد، هي ابنة عائلة محافظة وهذا إرث صحيح. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا تناولنا الموضوع مع الأستاذة بشرى اللي هي طبيعة الحال كتنوب على سميرة في الملف ديالها ديال التطليق، وكذلك مجموعة من الأشياء أخرى غادي تشوف فيها الأستاذة الشق القانوني، لأنه سميرة ضحية وضع ممكن
أو نسبة كبيرة إذا صح التعبير يكون المجموعة من المغربيات تقاوم بشتى الطرق من أجل الحفاظ على الأسرة ديالها. كتقمص مجموعة من الشخصيات من المهام حتى ترضي طرف آخر، ولكن فئة أخرى لها رأي آخر. الأجلة اللي كتوفر عليها سميرة غادي تدلي بها بطبيعة الحال القضاء، والقضاء يؤمن بالحجج. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم بآخر مستجدات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.